أن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري، وانعكاساً لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة. غطى تابوت، يعني إذن لسه في قاعدة، بس القاعدة لصوص المقابر شافوا إن الغطى أسهل في شيلته في نقله في إلى آخره، فواضح إن الغطى هو بس اللي اتسرق، لكن البيز موجود في مكان الحفر الخلسة اللي طلع منه هذا الغطاء. التابوت للأسف في جزء كبير في حالة إلى حد ما سيئة، نتيجة طبعا خروجه بطريقة غير شرعية. إحنا إن شاء الله ناويين نطلع من هنا بإذن الله تعالى على المتحف المصري في التحرير، هيدخل المعامل، هيحصل نوع من أنواع الفيرست ايد أو الإسعافات الأولية، ثم ترميم دقيق، وده مهم جداً.